بيوت الله، تقرأ كتاب ربك بكل حرية، تفتح خاتم القرآن الكريم كما تحب، وتجهر بالأذان كما تحب، وتسمع الأذان كما تحب، فتقول الحمد لله على هذه النعمة. ترى الناس يتوافدون على المساجد يقبلون على عبادة الله عز وجل، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. والله يا إخوان، الإنسان لا يعرف الخوف، الخوف لا يعرفه إلا من اكتوى في ناره. الخوف شو اللي كيعرفه؟ الناس اللي تقوم في النار ديالهم. احنا كنعرفوه نظريا، نطلب ربي سبحانه وتعالى ما نعرفوش حقيقة، ولا أن نمس به. لكي الذين يمسهم ألم الخوف وعذاب الخوف هم اللي كانوا شنو الخوف. تعرفوا الإنسان اللي تيخاف، تيخاف ما تينعش واحد، ما تياكلش، ما تيشربش، ما تيطمئنش. الخائف لا يطمئن إلى مكان. شوفوا الله يحفظ اللعان من بعض الجرائم، بعض غير جريمة، هذا غير واحد قضية اللي هي صغيرة، صورة وصغار، دائما جريمة، ما يتم حل، ما يبرك في دار، ما تشدوا دار، ما تشدوا مدينة، ما يشدوا فلاح ودماغ، وديما اللي شافوا يقول لك راه برك يشدوا، ها؟ برك يشدوا. فهو دائما يترقب نزول العقاب فإنه خير. كذلك الإنسان الذي يصاب به خوف الله يحفظه، عدم أمن، فهذا الإنسان هذا الحياة ديالو تكون حارة، تكون مرة، لا يعبأ بها ولا يشوف لها أثر ولا دوحة. قال الله تبارك وتعالى: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نعلم أنه هناك من صور الخوف التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام في مكة المكرمة عاشوا خوفا، بل في مكة وفي المدينة أيضا قبل فتح مكة في السنة الثانية، كانوا الصحابة يخافوا. الله تعالى كان له الصورة ديال الخوف. يقول سبحانه وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون بأسا إلا قليلا نشهد عنكم. سمعت، ركز معي. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. شو الصورة؟ خوف نجاة، بمعنى الخوف من الأعداء، الخوف من الفتن، أنه إذا حل بالإنسان يحس بالموت جاء، ويتمنى الموت وما يجيش الموت. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بغى يبين لينا نعمة الأمن. ذكر لنا واحد الحديث وعلينا أن نفكر فيه، ماذا قال؟ من أصبح منكم آمنا في سربه، من أصبح منكم آمنا في سربه، مبسوطا له في أثره، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني اللي يصبح صباح صور ان الناس حتى تشبه، وتفيق الصباح وتنهض وتضل صليت او تفتح عينك وتفعل نوم، وانت مطمئن على كل ما لك وكل ما عندك، مطمئن غير خائف، كل شيء في امن وامان، تحل عينك وتطمئن، تقول بسم الله. اللي كيصلي راه كيصلي، اللي ما يصليش ينوض الصباح يتسنى الزوجه ديالو تعمل ليه الفطور وتيفطر، وتيقول الحمد لله، تيخرج للعمل ديالو هو مطمئن، ما تيفكرش في مساله الخوف، كلشي في امان. شيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: كانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بحال اذا عنده الدنيا كلها بحذافيرها. وفي المقابل لو كان الانسان يخاف على نفسه ويخاف على اهله وليس عنده ما يقول،
كيف يكون؟ طبيعة الحال سيعيش عذابا أليما من جراء ذلك الخوف. ولهذا الأمن نعمة عظيمة، فكروا فيها دائما على أن الأمن نعمة من أعظم النعم يجب علينا شكرها. كيف نشكرها؟ سأقول كلمة لأخي مسلم فاضل الأستاذ عامر، يقول لنا كيف نشكر نعمة الأمن؟ ما هي صور الشكر وطرق الشكر التي نشكر بهذه النعمة؟ فليتفضل بما يفتح الله به.